بلدية كربلاء جاي تفلش بالعالم. اليوم المصادف ايش قد اليوم؟ يعني المواطن من يطلع بالشارع يقولوا له حضرت جوال وهم يطلعون للتفليش. شو اليوم 12/4/2020 حظر تجوال، يعني فوق الحظر هذا مال التجوال ناس مرضى، ناس صاحبين عوائل، ناس جاي تاكلها خبزه قام يفلشون ببيوتهم. يعني هذا مواطن عراقي كربلائي عنده شهداء اثنين بالحشد الشعبي ومعوق، وجو فلشوا غراضه قاعد على باب الله، وهاي غراضه فلشوها ببيته قاعد وفلشوا غراضه. ليش يا ظالمين النفس؟ شوف النسوان، شوف النسوان تلم بالغراض. الله قبيلكم. بعد ودي. وين هالحكومه لعد؟ وين هالحكومه؟ ايش بيهم الحكومه خالي؟ سريه وقواويل وما يحضر. يمينك علي بس على الفقير. مليارات يلفون بيها. باع الشفل. شوف الشفل. شوف. فلش. الله قبيلك، الله لا يوفقك. الله يفلش عمرك إن شاء الله. ما فيك واقفين.